الأعمال نتابعها بعد الفاصل مع حبابي شاني. السلام عليكم. فريق لقمة الشعب خط أحمر بالتعاون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية يقوم بالإشراف على توزيع مادة الغاز وبعض السلع الأساسية في بعض أحياء دمشق وريفها. لضرورة التركيز على الرقابة الشعبية الميدانية وتفعيل التدخل الإيجابي في السوق وكسر أسعار المحتكرين بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة الاستهلاكية، فريق لقمة الشعب خط أحمر يقوم برقابة الأسعار وتأمين السلع الأساسية والإشراف على عمليات التوزيع والتدخل الرسمي وتحديد الكميات والتأكد من إيصالها إلى مستحقيها بالأسعار الرسمية ومعالجة مواقع الخلل والتقصير لتحقيق الهدف المرجو من تجربة فاعلية لقمة الشعب خط أحمر. 20 يوم الماضي صرنا موزعين أكثر من 15-20 ألف اسطوانة بشكل مباشر لإخوة المواطنين، وكثير أثر هذا الموضوع على السوق السوداء ولاقى رضا من إخوة المواطنين. فريق خط أحمر قام بالإشراف على توزيع مادة الغاز في ضاحية قدسية بريف دمشق، وكما سيقوم بشكل دوري بتأمين مادة الغاز وبعض المواد التموينية كالرز والسكر من الخزن والتسويق والمؤسسة العامة الاستهلاكية وسادكوب وتوزيعها على مناطق دمشق وريفها. في ظل تنامي تجارة السوق السوداء وتجار الأزمات، فلقمة الشعب هي شريك في المبادرة، الإشراف، الرقابة، ومن ثم التوزيع بالتعاون طبعا مع المؤسسة العامة الاستهلاكية. الآلية اللي عم ننفذها نحن بين الريف ودمشق رح تتوسع للمناطق كلها. هلا مبدئيا بلشنا ب 2000 اسطوانة وحطينا برنامج معين وافقونا عليه بالوزارة. فريق لقمة الشعب خط أحمر هي ضرورة أنتجها المجتمع السوري للحد من التلاعب بلقمة الشعب عن طريق بعض ضعاف النفوس وتجار الأزمات في المجتمع. عملها الأساسي الرقابة الشعبية على عملية التوزيع لكل المواد الأساسية التي تخص المواطن بإشراف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. اتهم موقع كاونتر بنش الأمريكي الشركات الأمريكية العالمية الكبرى بالخيانة الوطنية بسبب السياسات التي تنتهجها لتحقيق مصالحها المتمثلة باستغلال العمال الأمريكيين الكادحين والفقراء. وأكد الموقع أن بعض الشركات الضخمة مثل جنرال إلكتريك تتآمر مع محامين للتهرب من الضرائب وتتلاعب بخطط المعاشات التقاعدية التقليدية لملايين العمال. وأشار الموقع إلى أن الشركات الأمريكية تعاني من فساد كبير كتواطؤ عدد من شركات المحاسبة وحاملي الأسهم مع كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الكبرى لتحقيق أرباح شخصية غير مشروعة، بالإضافة إلى قيام الشركات بتزوير ميزانياتها وتضليل المستثمرين لزيادة أرباحها وتهربها من الضرائب. من ناحية ثانية، ارتفع عدد العاطلين من العمل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ آذار الماضي. وبيّنت وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأمريكيين الذين طلبوا إعانات بطالة ارتفع 32 ألفا خلال الأسبوع الماضي ليبلغ عددهم 360 ألفا. ويدل ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى حدوث تسريح للعمال وإلى أن الشركات تقلص عدد الوظائف بسبب تخفيضات الإنفاق الحكومي الضخمة التي بدأت في آذار. تظاهر آلاف الإيطاليين في العاصمة روما احتجاجا على سياسات الحكومة التقشفية وارتفاع معدل البطالة في البلاد، مطالبين رئيس الوزراء إنريكي ليتا بالتركيز على خلق وظائف للمساعدة في إخراج البلاد من الركود. وقال زعماء نقابات العمال إن على رئيس الوزراء الابتعاد عن برنامج التقشف الذي تبناه رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي، الذي خفض الإنفاق الحكومي وزاد الضرائب وقلص الرعاية الاجتماعية. وقبل الختام نتوقف مع أسعار صرف العملات الرئيسية حسب مصرف سوريا المركزي. ختاما شكرا للمتابعة وعودة إلى كنان وسمر.